السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم آخر يوم بالكورس. الكورس اسمه Under Development Workshop Petroleum Engineering، اللي هو استمر لمدة أسبوعين. راح نعمل مراجعة سريعة لمدة تقريبا نصف ساعة إلى ثلاثة أربع ساعة شو أخذنا بالأسبوعين هذول. الكورس هو هذا عنوانه ومدته هذا، هي المدة. معنا كان 15 مهندس. إن شاء الله راح نمرق مرور سريع شو أخذنا. أول شيء هذا تعارف وهيك شيء، وهي خريطة الكويت، وهدول هي الكي أو سي طبعا، وهدول شركات النفط اللي تحت الكي بي سي الكي إن بي سي، وهذا حقل برجان، أكبر حقل بالعالم طبعا، ثاني أكبر حقل بالعالم بعد حقل جوار، وهي الحقول الرئيسية موجودة بالكويت، وهي خريطة الكويت. نحن موجودين هون في المنطقة حاليا بالأحمد، وهي خريطة صورة جوية للكويت من الجو، هذا حقل برجان ثاني أكبر حقل بالعالم، وهدول هن الديسكريبشن وشو الأوتكمز تبعت الكورس والبروجرام. في عندنا 14 نقطة لازم نغطيها، غطيناهم بالكامل، راح اروح عليهم وحدة وحدة. وهدول الاودينس يلي هن سب سيرفيس اندر ديفلوبمنت بتروم انجينيرز، يلي هو تعتبر ورك شوب وكورس بنفس الوقت. فقسمنا الجروب المجموعة 15 مهندس الى اربع مجموعات، كل مجموعة 3 الى 4 مهندسين، وطلبنا من كل مجموعة تساوي لنا ريبورت. فهي الريبورتس اللي سويناهم، كل جروب سوى لنا جروب ريبورت، هذا راح نبعثه للإدارة بحيث انه نشوفه انه صار فيه شغل وصار فيه اكتساب لمعلومات. فمنبلش، هدول هن التكنيكس اللي بنعطي فيها الكورس، وبلشنا هون. اول ايتم هو ويل بيرفورمانس بلانينج اند ديزاين، كيف نحن من نصمم البير، كيف نحفر البير من البداية إلى النهاية. وشفنا الويل لايف سايكل from design to drill to completion, run completion, then operation, then maintenance, well intervention, then come back to operation, then at the end of the life cycle it will be the plug and abandonment. وكلهم هذول درسناهم بحيث إنه نحن شو نقدر الويل بيرفورمانس سيرفي شو بتاثر على البير. في عندنا نحن ريزرفوار باندري، هذول اللي نحن بنقدر نحصل عليهم بشو بالسيرفي. وفي عندنا ريزرفوار باندري بنقدر نقدر التقدير، ريزرفوار بروبرتيز كمان بنقدر نقيسها بواسطه اللوز اوبن هول كيس هول، والكومبليشن يلي هو نحن هدفنا الرئيسي انه نصمم نسوي ديزاين. وهي هاو تو بلان اند ديزاين ذا اويل اند جاز ويل، يلي هو في عندنا عدة حالات، احيانا نحن هاي بريشر هاي تمبريتشر ويلز، احيانا في ابار فيها اتش تو اس، احيانا ديب ويل، احيانا اكثر من زون وحده. فكل من هدول نحن اخذناهم. البادجت كمان تلعب دور، شايف البادجت ميبي ليميتد، احيانا بيعطونا بادجت كامل، احيانا بيقول لك لا تأيد بالبادجت هاي، كلهم بدنا ناخذهم بعين الاعتبار. يلي هي هاو تو دريل ويل بروبرلي، كمان في عندنا اعتبارات، مثلا كم انا كيسينج ستيج، مثلا سيرفيس انترميديت برودكشن، احيانا بنزل لاينر، احيانا اوبن هول، حسب نحن ما مطلوب بالبروجرام. وفي عندنا الويل بلانينج ايفورتس، كل ما بتبذل انت ايفورتس اثناء البلانينج شو بصير عندك الكوست، راح شو تنقص، راح تنقص الكوست. فهذا الجراف كثير بيفيدنا. فانا لما بدي بالبلانينج او الديزاين ببذل جهود كبيره، بالويل بلانينج شو الكوست راح تنزل. وهدول هم كلها هي بمرحلة الديزاين، احنا هالمراحل هي. وانا كيف بصمم الكيسين، بصمم الكيسين من البطن للتوب وليس العكس، يعني ببلش انا الريزرفوار قديش الريزرفوار بوشر، وباخذه وباخذ مشو عن طريق المود ويندو، اسمها المود ويندو، بين الفراكشر بريشر وبين البور بريشر، بحيث انه يكون اعلى من البور بريشر 200 بي اس اي مشان ما يصير عندنا انفلكس، واقل من الفراكشر بريشر ب 200 بي اس اي مشان ما يصير عندنا فراكشر. وهي هي وشو ممكن يصير عندي انا، شايف عدد الايام مثلا
هذا الكيس هي 60 يوم، الديب مثلا 16000 فيه، شو ممكن يصير عندي؟ ايمت بدي ينزل السيرفس كيسنج، ايمت كذا، كلهم هدول ستادي كيسنج. والسيفتي لازم كمان دقق على السيفتي، ما يصير عندنا بلو اوت، ما يصير عندنا، لازم كمان اقلل الكوست قد ما بقدر، اقلل الكوست بقلله. هذا كمان بيفيدني، مثلا اذا عندي بيت سعره 1000 دولار وبيت سعره 500 دولار، اذا اثنيناتهم بيساووا نفس الوظيفه لا بختار الارخص، بس انه ما ياثر على الحاله الفنيه للبيت. في عندنا يوزبل هولز، كمان البير لازم يكون بقدر استخدمه وليس جنك مثلا، او ممكن يكون مثلا ما بقدر استخدمه. كلاسيفيكيشن اوف ويلز، في عندنا عده كلاسيفيكيشنز، اول شيء كان نحن نسميه وايلد كات، هلا نحن نسميه اكسبلوريتور ويل او اكسبلوريشن ويل. في عندنا كمان برودكشن او ديفلوبمنت ويل، وفي عندنا اخر شيء انفيل ويلز يلي هي ديفلوبمنت ويل وري انتري. احيانا بير مهجور شو بنساوي؟ بنحط له بستوك ويا اما ميكانيكال او سيمنت وبنساوي ديفيشن بحيث انه ندخل بالفورميشن الجديد. هذا اللي بعد اكسبلوريشن. في عندنا ابريزل ويل، هذا ابريزل ويل، بعدين ديفلوبمنت ويل، بعدين ري انتري ويل. وكل وحده في لها شايف. هلا الوايلد كات والاكسبلوريتوري هو نفسه يعتبر هلا. وفي عندنا كمان انت ابريزل ويل هون، وفي عندنا برودكشن، واخر شيء ريت. وكل واحد له كاركترستكس اخذناهم كلياتهم. الفورميشن بريشر، ان هي البريشر موجوده ويذين ذا فورميشن، ممكن تكون اب نورمال، ممكن تكون نورمال، ممكن تكون سب نورمال، حسب الجريدينت الموجود فيه. هي الفورميشن بريشر، ونحن لازم شو يكون عندنا البير لما بنحفره within the mud window، يعني اعلى من الفورميشن البور بريشر ب 200 بي اس اي، واقل من فراكتشر بريشر ب 200 بي اس اي. لما بيكون عندنا المد ويندو اعلى اكبر او اوسع، بيكون افضل ما تكون ضيقه مثل هي مثلا، هاي افضل منها. وهي الفورميشن بريشر كمان، هاي هي المد ويندو مثل ما حكينا، فورميشن فراكتشر كمان حكينا عنه، هدول هم. وهي ابنورمال بريشر، انه بيكون البريشر جريدينت بيكون اعلى من شو؟ من 0.465 بي اس اي بير فوت. اما اذا كانت بين 0.433 ل 0.465 بي اس اي بير فوت فهي بتكون نورمال، واقل منها، اقل من 0.433 بتكون سب نورمال. فكل وحده لها اعتبارها. شايف هي اللي هي ستريس كيج تكنيك ان ديبليتد زونز. لما يكون عندي ديبليتد زونز لازم احط مثل ساوي فلتر كيك واعزله بحيث انه اقدر انا انزل للي تحت. وهي عم نحكي على فورميشن بريشر. الويل بلانينج كمان لازم انا اجمع معلومات، احصل على البور بريشر، ساوي اناليسيز فراكتشر جريدينت، البايب كيسينج سيتنج ديب، يعني من تحت وانا طالع فوق وليس من فوق لتحت. هذا الكيسينج الهول جيومتري سيلكشن كمان، اذا كان فيرتيكال او هوريزونتال او ديفييتد او اس شيب او جي شيب، او يعني كلهم هذول راح ناخذهم بعين الاعتبار. الويل بلانينج كمان لازم اخذ شو الكومبليشن بلانينج، شو بدي سنجل كومبليشن، سنجل سيلكتيف، دوال، سليم هول، كلهم هذول لازم ناخذ بعين الاعتبار. المود بلان كمان لازم ناخذه، سيمنت بلان، بيت بلان، كله راح ناخده بعين الاعتبار. الكيسينج ديزاين حكينا عنه، التيوبينج ديزاين نستخدم شو النودر اناليسيس مشان كومبليشن، بحيث انه نحصل على الاوبتيمم برودكشن ريت او انجكشن ريت عند بوتوم هول فلوينج بريشر تكون معينه. فهي اسمها تيوبينج ديزاين. اذا في عندي ديفرنت ثريدز، في عندي different materials، إذا كان عندي H2S هو يعتبر sour gas، أو CO2 يعتبر sweet gas، كلهم بدي اختار material أو metallurgy مناسبة لكل حالة، إذا كان high pressure، high temperature، كل هذول نحن لازم نختار. في عندنا drill string design، كمان هذا جدا أساسي، بحيث إنه اختار drill string يكون في مثلا drill pipe، heavy weighted drill pipe، collar، بيت، جار، سنترلايزر، كلهم هدول يعتبروا شو دريل سترينج ديزاين. في عندنا ريك سايزنج، احيانا بنختار 1500 هورس باور، احيانا 2000، احيانا 3000،
بتعتمد على شو؟ على الدبث البير، وبتعتمد على الظروف اللي انا بدي اشتغل فيها. وهذا هو البلانينج من البدايه الى النهايه لحتى احط البير بالبرودكشن او الانجكشن. هذا من شو نسميه فلو باث فور ويل بلانينج. وهذا متابع على الويل بلانينج شايفين، من البدايه اكسبلوريشن، بعدين ابريزل، بعدين ديفلوبمنت، بعدين برودكشن، وهكذا. شايف كل وحده مثلا برودكشن 20 الى 30 سنه، بلاك اند اباندومنت ريستوريشن مثلا هون سنه الى 3 سنين، بينما الموضوع ديفلوبمنت مثلا 3 الى 6 سنين، والموضوع اكسبلوريشن شايف بحدود سنتين 3 سنين 4 سنين. هذول متابعة كمان، how to design an oil well كمان، هذا هو كله، هذا ديزاين حكينا عنه، الديزاين بالتفصيل حكينا، وهذا الكيسينج من تحت وانا طالع لفوق، وهي اسمها mud window، فالفراك بريشر لازم بعد عنه. كله ديزاين في عنا، بلشنا بالكوندكتور من السيرفس، في عنا كوندكتور، بعدين سيرفس كيسينج، بعدين انترميديت كيسينج. انترميديت كيسينج ممكن تكون واحد او اثنين حسب شو، احيانا بيكون عندي شيل مثلا 100 فيت 200 فيت، بضطر انا شو احط انترميديت بحيث كيسينج اضافي، بحيث ان اغزل هالزون هي مثلا 100 فيت 200 فيت، واقدر انزل لوين للبرودكشن فوق زون كيسينج. فهذا البرودكشن كيسينج اخر واحد. ممكن انا انزل لاينر، ممكن اوبن هول، ممكن بيرفوريتد لاينر، ممكن جرافل باك، يعني في عندنا عدة احتمال. فهذا هو عمالة نحكي فيها بالديزاين، شايف من هون وأنا نازل. uncertainties during drilling process كمان في عندي، بيكون أحيانا ماني متأكد من شيء، فهذا كمان بدي أخذه بعين الاعتبار. يعني دائما أنت مستحيل لما عم تحفر بير يكون كل شيء معلوم لك 100%. أحيانا بتقول هذا within the range من كذا إلى كذا. وهذا هو يلي هو الانسر انتيز، خصوصي اذا بير منطقه جديده او ما عندك انت معلومات من الاوفست ويلز الابار المجاوره، هذا ممكن تلاقي صعوبه. التراجكتوري انها فيرتيكال هوريزونتال اند ديفييتد ويل، يعني شايفين في عندي هوريزونتال، وفي عندنا اس شيب هيك شكله، وعندنا جي شيب، وفي عندنا اكستندد ريج. هذا هي عمل الحفارة، كيف تشتغل الحفارة، how is the well drilled in practice. فهذا عمل الحفارة، وممكن نشوف فيديوهات ممكن كذا تبيننا، أو نطلع زيارة مثلا المرة الجاية على الحفارة. وهذا البيت اللي عمالي بنحفر فيه بيكون different sizes مثلا 8 and half أو 13 and 3/8، يعني يلي هو مختلف، يلي كل مرحلة وإلى شو بيت يعني مميز. وهذا الحفر كله في عنا، وحكينا عن المض. نحن المض هي تعتبر مثل الدم بالنسبة للإنسان، في عنده عدة وظائف، إنه أول شيء تبرد البيت الدقاق، ممكن تطالع الكاتينجز للسيرفيس، ممكن تطبق هيدروسايد بريشر على فورميشن، ممكن في عنا كتير وظائف للمض. فهذا هاي هي السيركوليشن سيستم. شايفين في عنا البلو أوت بريفنتر اللي هو يعتبر السكندري بارير. شو البرايمري بارير؟ هو دريلينج مود. اما السكندري بارير فهو البي او بي. لما تفشل عندنا المود بنسكر البي او بي وبنقتل البي او بي، بنساوي سيركوليشن. عندنا دريلز ميثود او ويت اند ويت ميثود. في عندنا الويل بلانينج كمان، هذا هو الستيبس تبعيته حكينا عنه. الويل بلانينج شو هي؟ كلوز انتر اكشن بتوين دريلينج اند اكسبلوريشن بتوين انجينيرنج ديزاين اند كونستركشن ديبارتمنتس is vital to optimize total project costs. يعني بيتعاونوا أكثر من تيم، petroleum engineering, drilling, operation, geologist, petrophysicist، كلهم بيتعاونوا بحيث إنه نطالع بير يكون موجود. الويل بلانينج هذا هو، شايفين من اسمه إلى أقسام، هذا vertical، بعدين kick off point، هي اسمها KOP kick off point، يلي هي بلش شو فيها الميرح، شايفين هذا الطرز. بعدين وين بنيجي نحن؟ على المنطقة اللي هي يكون deviation 90 degree. وهي البلانينج كلها حكينا عنها. نحن أهم شيء بالبلانينج بنحقق ثلاث شغلات. أول شغلة safe يكون آمن، اثنين minimum cost، ثلاثة usable.
بحيث انه يكون البير ممكن استخدامه. وهذا هو البلان الستيبس من A to Z لحتى شو للاخر. البلانينج كمان بدنا نحدد لوكيشن كلهم هدول. بيلد اند دروب ريت كمان هذا لما بيحفر بير ديفيتد ويل كمان ممكن استفيد منه. وهي الاسئله نهايه كل بارت في عندنا اسئله مشان شو مراجعه للمعلومه. فهون عندنا 23 سؤال. الموضوع الثاني هو completion design mechanical and hydraulic including choke and welded. فهدول حكينا على الستاندردز يعني هي الاي بي ايز. في عندنا ثلاث ستاندردز بالنسبه لنا الاويل اند جاز اندستري. عندنا الاي بي اي، عندنا النوتس اوف دي 010 الاي بي اي امريكي، النوتس اوف دي 010 اللي هو شو يعتبر نرويجي او اوروبي، وعندنا الايزو اللي هو 16530. وهدول كلياتهم هي الشيء كثير مهمة ممكن تحتفظوا فيها وتستخدموها مثلا للسيفتي فالف للكومبليشن للاس اس دي لكلياتهم. شايفين كل واحد مخصص فيها مثلا بي سي بي، هاي بي سي بي، هاي بي اس بي، هاي رود سكرود كلياتهم. هدول نحن ارتفيشال ليف سيستم ايكوبمنت اي ال اس، بنقول اي ال اس هي ارتفيشال ليف سيستم. وعندنا completion selection أنا كيف بختاره على أساس؟ في عندي أساس مواصفات الطبقة، مواصفات السوائل الموجودة، اللوكيشن، trajectory تبع البير، إذا كان بير إنجكتور، إذا producer، كلهم ناخدهم إعداد. وهدول اللي هن نقدر ناخدهم الاعتبار الجداول اللي بتساعدني بالاختبار بأنه أختار completion المناسب. وهي السايزنج كمان لما انا بدي انتج بير من بير 10000 برميل ما بنزل سمول سايز، بنزل مناسب. او اذا بدي انتج مثلا 1000 برميل ما بختار 5 انش، بختار يكون مثلا 2.38 2.7. وقلنا في عنا المعادله يلي بتحسب لي البي اي برودكتيفيتي اندكس، هي مهمه جدا يلي هي كيو ديفايدد باي دلتا بي يلي بالدلتا بي بي ار ريزرفوار بريشر ماينس بي دبليو اف يلي بطن هو الفلوينج بريشر. كمان هاي المعادله مهمه جدا من الا جي او بي يلي برودكتيفيتي اندكس، وهي ثابته لكل فورميشن ثابته البرودكتيفيتي اندكس. نحن بنحاول هذا هو شو بنقول له، بنقول له انفلو الانفلو. فجريان السوائل من الفورميشن الى البطن هو شو بنقول له انفلو، اما جريان السوائل من البطن هو الاير سيرف شو بنقول له اوتفلو. فهذا الاي بي ار اي ار بي انفلو ريليشن شيب بيرفورمانس، هذا هو انفلو بيرفورمانس ريليشن شيب. هذا شو بنقول له الانفلو يلي هو من الطبقه باتجاه قاع البير، ومن قاع البير للطبقه. هي شو بنقول له كمان دارسيز ايكويشن يلي هي بي اي شو بتساوي كي اتش ديفايدد باي 141.2 ميو بي لوغاريتم ار اي ديفايدد باي ار دبليو ماينس 0.75 بلس سكين افكت. فهي هي معادله دارسي اللي هي بتحسب لي البي اي برودكتيفيتي اندكس للفورميشن. وهي هي وين بتضيع البريشر، بيضيع من الفورميشن الى جوار البير، من جوار البير قاع البير بعدين للسيرفس. كل وحده فيهم اخذها بالاعتبار وقلنا التوتال. هذا هو الانفلو بيرفورمانس ريليشن شيب كيرف يلي هو شو هون البرودكتيفيتي يلي هي ستوك تانك بارل بير داي، وعندنا هون البوتوم هول فلوينج بريشر، وهذا الاوت فلو يلي هو من البوتوم هول الى السيرفس يلي هو شو بينزل شوي بعدين بيرجع. فنحن بنطبقهم مع بعضهم بحيث انه شو نقدر نحصل على النودل انيسيس شو بيعطينا. بيعطينا سكين افكت، بيعطينا بيرميبيليتي، بيعطينا ريزرفوار بريشر. والايفالويشن للبوتنشال ستيموليشن كمان اذا البير بده، اذا مثلا السكين افكت كانت بلس 5 بده سكين ستيموليشن، اذا بده مثلا ماينس 5 ات از بيرفكت. فهذا بيحدد لنا اياها. والباراميتر سنسيتيفيتي كمان بنحتاج له معلومات للريزرفوار ستاتس يلي هن هذا هو الانفلو والاوتفلو بيفيدنا بالنودال اناليسيس. الانفلو بيرفورمانس ريليشن شيب يلي هي 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 الانفلو والاوتفلو. فنطبق مع بعضهم شو بيعطينا، بيعطينا هل النقطه هي نحن بدنا الانتركونكشن بوينت يلي هي هي بنزل لتحت تعطيني فلوريت ستوك تانك بارل بردي، وباخذ على اليسار شو بتعطينا البوتوم هول فلوينج بريشر بي دبليو اي. فهي هي الاوبتيمم بنقول نحن.
الريزرفوار باراميتر بريشر دروب كمان. شو هي العوامل اللي تاثر على الريزرفوار بريشر؟ لما انا بفتح البير على اخر شيء البريشر بده ينزل طبعا. الابسولوت بيرميبيليتي، ريليتيف بيرميبيليتي، فيسكوسيتي، نت بلاي ثيكنس، درينج اريا، درينج اريا شيب، لوكيشن اوف ويل بور. شايفين هذا كله مثال عن نودال اناليسيس كمان بروجرام، واعطينا مثال بالارقام وحلينا. شايفين هلا كيف انا بقدر بحسن بالانتاجيه؟ يا اما بدي اخذ هذا الخط الازرق بنزله لتحت، يا اما لهون، من هون لهون، هيك بصير، هيك بصير، هيك. يا اما هذا باخذه لوين؟ لهون على اليمين لتحت. معناتها الاوت فلو بنزله لتحت البني، او الانفلو طالعوا لفوق، طلعوا عليها هاي النقطة اللي هي نحن بدنا اياها. طيب هاي ديفرنت بي ايز، هدول شايفين اخذته لفوق الازرق، او البني هذا باخذه لتحت، فهذا بتحسن شو؟ الانتاجية. وهي اعطينا مثال البرودكتيفيتي اندكس اكسرسايز وحلينا، وهدول في عنا نحن فيديوهات على موضوع النودال اناليسيس يلي هي في شيء بالعربي في شيء بالانجليزي، واسئله كمان اعطيناهم. نيجي على البارت 3 يلي هو كومبليشن بروسيس، فورميشن دامج، فورميشن دامج ستيموليشن.